تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتحسين انسيابية الحركة المرورية على الطرق الرئيسية، صرح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف أن الوزارة قد انتهت من تنفيذ مشروع توسعة المسار الأيمن من شارع الحوض الجاف إلى جسر الشيخ خليفة بن سلمان بمحافظة المحرق ضمن خطة الحلول العاجلة لمعالجة الاختناقات المرورية في 13 موقع التي تتزامن مع تنفيذ المشاريع التطويرية الكبرى للطرق. وقال سعادته بأن المشروع سيساهم في خلق انسيابية وتدفق أكثر كفاءة باتجاه جسر الشيخ خليفة بن سلمان وتحرير الحركة المرورية الكبيرة القادمة من محافظة المحرق باتجاه العاصمة، وستزيد نسبة الطاقة الاستيعابية لشارع الحوض الجاف مع المشروع الأكثر لأكثر من 22% بمتوسط 2000 مركبة في الساعة، بالإضافة لخفض زمن الانتظار على التقاطع بنسبة 33%. تم إنجاز مشروع إضافة المسار الأيمن للالتفاف يسارين للقادمين من شارع الحوض الجاف باتجاه جسر الشيخ خليفة. طبعا هذا المشروع سيساهم في تخفيف الاختناقات المرورية الحاصلة في تقاطع شارع الحوض الجاف مع جسر الشيخ خليفة.